نروح بقى لفقره الصحافه وهنعرف اخر الاخبار الرياضيه والمحليه والعربيه طبعا زي ما احنا متعودين مع حضراتكم كل يوم، وزميلتنا مريم سميح مراسله قناه الاهلي. مريم صباح الخير يا مريم، وتفضلي كده اطلعيني وانا وكريم على اخر الاخبار، اتفضلي. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا يعني احنا النهاردة العناوين الأبرز من خلال الصحافة طبعا المحلية تحديدا بتتجه كلها إلى أنظار تحضيرات الأهلي لمواجهة الجونة غدا. فبدايتنا من جريدة الشروق كانت وليد سليمان بيغيب عن مواجهة الجونة غدا، والشيخ جاهز بعد مشاركته في المران، ومحمد محمود يعود بعد 3 أسابيع. طبعا أكد أو أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن وليد سليمان هيغيب بكرة عن مباراة الجونة اللي هتقام غدا الأربعاء، ده طبعا بعد يعني هو عمل أشعة بعد تعرضه لكدمة قوية جدا في الصدر خلال مباراة القمة. طبعا أضاف عبد الحفيظ إن يعني بسبب الكدمة دي هيكون غياب وليد سليمان غدا، وأضاف كمان أو أضافت الجريدة إن عبد الحفيظ أكد إن جاهزية أحمد الشيخ لاعب الفريق لمباراة الجونة غدا وهيكون جاهز تحت تصرف الجهاز الفني أثناء المباراة. طبعا ده بعد ما شارك أمس الشيخ في التدريبات الجماعية للفريق، وقبلها كان يعني موجود في برنامج تأهيلي ساعده أن هو يشارك أمس في التدريبات، وطبعا ده بعد الإصابة اللي تعرض لها في كاحل القدم في مباراة أسوان قبل الماضية. كمان يعني الجريدة أكدت أن قال خالد محمود طبيب الفريق ان محمد محمود هيحتاج ل3 أسابيع علشان يرجع بشكل طبيعي يشارك في التدريبات الجماعية. وقبلها طبعا محمد محمود كان موجود او هو يتواجد حاليا في برنامج تأهيلي في المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي بعد وضعه طبعا للطبيب الألماني بعد ما خضع لبعض الفحوصات هناك. من جريدة الأهرام الليلة، الأهلي والاتحاد في نهائي كأس السلة. طبعا النهاردة مباراة هامة جدا، بيلتقي في الساعة 8 مساء النادي الأهلي مع الاتحاد السكندري في نهائي كأس مصر لرجال كرة السلة بعد فوزهما في الدور قبل النهائي على سموحة وسبورتينج. طبعا زي ما أعلننا امبارح برضو من خلال فقرة الصحافة إن الأهلي وصل للنهائي من خلال أو الفوز على سبورتينج بنتيجة 77-69. كان الاتحاد السكندري فاز على سموحة بنتيجة 89-66. أضافت الصحيفة كمان أن الأهلي حصل على اللقب 10 مرات آخرها موسم 2017-2018 وتأهل يعني للنهائي في آخر 4 نسخ. في الحقيقة يعني عندنا الخبر إن شاء الله صار بالنسبة للجماهير في كل مكان. من موقع اليوم السابع، اتحاد الكرة بيدرس تواجد الجماهير في مدرجات مباريات الدوري ولكن بشروط. طبعا يدرس مسؤول اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري إن هيكون في تواجد إن شاء الله في بطولة الدوري الممتاز خلال المباريات القادمة، ولكن هيكون التواجد ده بشروط معينة، بحيث إن يعني اللجنة الخماسية طبعا من خلال موقع اليوم السابع أعلنت أو إن هي درست إن يكون الحد الأقصى للجمهور هو 1000 شخص، وإن يكون يعني المباراة أو الفريق صاحب المباراة يستضيف 70% طبعاً من الجمهور، وهيتم توزيعها على عدد كبير جداً من المدرجات، وهيكون في إجراءات احترازية وطبعاً مسافة متر بين كل مقعد ومقعد، وده طبعاً طبقاً للبروتوكول اللي وضعته وزارة الشباب والرياضة مع وزارة الصحة. ولكن يعني بيتولى مسؤوله اللجنة الخماسية باتحاد الكرة كمان ان هيكون في عامل موجود في الاستاد علشان يتم رش المطهرات طبعا وكمان الكحول قبل وبعد المباراة، وطبعا ده لضمان سلامة الجماهير. الخطوة دي يعني عايزين نعلن ان هي جاءت في اطار عودة الحياة الطبيعية في جميع مؤسسات الدولة او خاصة كمان المؤسسات الترفيهية سواء النوادي او السينمات، وكان خطوة مهمة جدا يكون في جماهير خلال الفترة المقبلة.
وفي النهاية طبعا على الصعيد العالمي من شبكة ESPN، مانشستر سيتي يفتح خزائنه لضم ميسي. طبعا أعلنت ESPN إن في أو مانشستر سيتي بيركز الفترة المقبلة إن هو طبعا هيضم طبعا يعني أو في تمويل للصفقة المحتملة لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. طبعا يعني خاصة إن عقد ميسي هينتهي في 2021، ومانشستر بيأمل إن هو يكون في ضم للنجم الأرجنتيني طبعا خلال الأيام المقبلة أو الانتقالات الصيفية، لأن كان في طبعا زي ما احنا عارفين ميسي كان عبر عن استيائه خلال الفترة الماضية عن تدهور مستوى نادي برشلونة، وخاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام بايرن ميونخ 8-2، وده سهل لمانشستر إن هو يعني يكون في أنظار كتيرة جدا على ضم ليونيل ميسي طبعا بشكل كبير. طبعا ESPN أكدت إن مانشستر سيتي قال إنه هيكون في صعوبة في هذه الصفقة، ولكن هم يعني يأملوا إن برشلونة يعرض أو يوافق على بيع ميسي بسعر معقول. دي كانت أهم أخبارنا النهاردة على المستوى المحلي والعالمي، وتحديدا كمان أخبار النادي الأهلي وتحضيراته لمباراة الجونة غدا. عودة إلى الاستوديو مرة أخرى. جميل جدا، شكرا ليكي مريم سميح زميلتنا العزيزة.